أعلن النائب سعد الحريري زعيم تيار المستقبل فوز ائتلاف قوى 14 من آذار في الانتخابات النيابية اللبنانية، وتشير النتائج الأولية غير الرسمية إلى خسارة الثامن من آذار بزعامة حزب الله. قد دعا الحريري إلى فتح صفحة جديدة وتجاوز خلافات وشعارات الماضي، ومن المنتظر أن يعلن عن النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم. تأخر سعد الحريري زعيم الأغلبية البرلمانية في تأكيد فوز تحالف 14 من آذار في الانتخابات النيابية أمام حشد من أنصاره، سجل موقفا ينوم عن نية التحالف في بدء صفحة جديدة من العلاقات مع المعارضة. إن اللبنانيين واللبنانيات يدركون أن الطريق أمامنا صعب وطويل، وهم لن يسامحوا أيا منا، لا في الأكثرية ولا في الأقلية، إن لم نترفع فوق الجراح، إن بقينا أسرى شعارات المرحلة الانتخابية وما سبقها. المعارضة لم تؤكد رسميا هذه النتائج الأولية، لكن تصريحات أحد نوابها تشير إلى قبولها بما تفرزه صناديق الاقتراع. فقد قال حسن فضل الله النائب عن حزب الله في البرلمان إن المعارضة تتعاطى بإيجابية مع نتائج الانتخابات ومع الاختيار الشعبي، فلبنان قائم على تنوع طائفي وسياسي ولا يحكم إلا بالشراكة والتعاون بين جميع قواه، وخلص إلى القول إن المهم أن تفتح صفحة جديدة في لبنان مبنية على الشراكة والتفاهم والتعاون بين جميع المكونات. الليلة الماضية كانت لتحالف 14 من آذار ولأنصاره في كل أنحاء لبنان احتفلوا بما أسموه يوم النصر. في صيدا احتفظ رئيس الوزراء فؤاد السنيورة وعضو مجلس النواب بهي الحريري بمقعديهما. السنيورة دعا أنصاره إلى ضرورة العمل من أجل وحدة المدينة. في طرابلس في الشمال خرج مؤيدو 14 من آذار إلى الشوارع احتفالا بالفوز. قوات الجيش انتشرت بدورها لتفادي أي انفراط في أمن المدينة. أما في معظم أحياء بيروت فاستمرت الاحتفالات حتى الصباح. وإذا كانت الحملة الانتخابية وعملية الاقتراع قد مرتا في هدوء، فإن الأمل الذي يحدو اللبنانيين ودول المنطقة هو أن تتمكن الأغلبية والمعارضة من إنهاء حالة الفوضى السياسية وعدم الاستقرار ووقف التراجع والذي شل عمل الحكومة لشهور عدة. رشيد الشافعي العلوي، BBC.